في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. انطلاقة شوطنا هنا الرابع عشر في مجموعة الأشواط أو شوطنا الثالث عشر الذي انطلق بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا الثالث عشر الخاص هنا أيضا بالثنايا القعدان، هنا أيضا المنطلقات المتحديات المحليات الأصايل بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات الجميلة. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نتابع هنا وبران عبد الله بن محمد بن ناصر الفزيرة على الصدارة على المقدمة، ولكن أرى هنا حطام أحمد بن شاهين بقلفان المزروعي من تسلل إلى الصدارة وإلى المقدمة. هناك شاهين مصبح بن سيف بن جاسب المسافري الشامسي المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل على المركز الثاني بهذه التحديات المتميزة الجميلة وهذه الاندفاعات الرائعة على أرضية هذا الميدان. ثالث مراكزنا المركز الثالث بهذا التحدي الجميل والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام والتحديات المتميزة خلال هذا الأداء المميز الجميل هنا على أرضية هذا الميدان. وهذه اللقطات الجميلة التي نتابعها من مخرج هذا السباق المميز الجميل. ثالث مراكزنا والمنطلق هنا بهذا الأداء هنا يأتينا في هذه اللحظات هنا أيضا مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري شعار بن عواس ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع يأتينا مسير لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي من ينطلق على المركز الرابع. وفخامس مراكزنا المركز الخامس مصيحان خليفة بن علي بن ميزر الرميثي ينطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز من الجانب الآخر بهذه التحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام يأتي سراب محمد بن سويد بن عبيد العامري. أما على المركز السابع نتأخر وناخذ سابع مراكزنا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة شديد سلطان بن طهميمة بن قردوس العامري ينطلق على المركز السابع. وفي المركز الثامن المركز الثامن والقادم مزاحم خلفان بن علي بن سالم الشامسي والوصول بهذه اللحظات من قبلي هنا أيضا مزاح صالح بن علي بن حمد البريصي المري من ينطلق بتحدياته الجميلة والإثارة. هناك الوصول على عاشر المراكز من مياس سعيد بن سيف بن معضد المشغوني ينطلق هنا بشعار أهالي مشاهدين الكرام السمحة. هناك أيضا سويحان بالانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود مشاهدين الكرام نعود إلى التحدي نعود إلى الإثارة. هنا تدخل الشبل بهذا الانطلاقة الجميلة، تدخل الشبل مع شاعرنا المميز الشاعر المبدع دائما وأبدا بالكلمات العذبة سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي من يتدخل بهذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. الصدارة والمقدمة هنا والمنطلق بهذا الأداء الجميل شعار بن كاسب من ينطلق في هذه اللحظات إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول مع شاهين هنا بهذا الأداء المميز. هذه التحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا الكرام. مصبح بن سيف بن كاسب المسافري الشامسي ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني حطام يأتينا على المركز الثاني أحمد بن شاهين بقلفان المزروعي شعار الصقار يتواجد بانطلاقته الجميلة وتحدياته الجميلة والإثارة. هنا مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصور يأتينا ثالثا. وفي المركز الرابع المركز الرابع والمنطلق سراب محمد بن سويد بن عبيد العامري
محمد بن سويدان بن عبيد العامري المنطلق مع سراب في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام الوصول هنا الوصول كذلك. هنا يأتينا مسير لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي على المركز الخامس هذه اللحظات وسادس مراكزنا، المركز السادس والمنطلق بالأداء المميز الجميل على سادس المراكز بهذه التحديات الجميلة. هنا الأداء القادم من قبل أم صيحان خليفة بن علي بن ميزر الرميثي من ينطلق على سادس المراكز، والمركز السابع الشبل سعيد بن حمد بن مصرع بن جمهور الأحبابي المنطلق بالتحديات الجميلة هنا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن شديد سلطان بن طهميمة بقردوس العامري. وهنا يأتينا بهذه الانطلاقة مزاح صالح بن علي بن حمد البريص المري بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات المتميزة والوصول هنا أيضا بهذا التحدي الجميل. شاهين خليل بن سعيد بن راشد بن عرطي الحميري من ينطلق هنا على المركز العاشر بهذه الانطلاقات الجميلة. نعود إلى صدارة، نعود إلى حطام من غير على صدارة، غير على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. حطام من انطلق لأحمد بن شاهين بقلبان المزروعي، ولكن أرى سراب لمحمد بن سويدان بن عبيد العامري بدأ يتسلل في هذه اللحظات إلى الصدارة، بدأ يتسلل إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. انطلق بالتحديات بعد هنا هي الثلاثة كيلومترات، غادرنا حزام الغابات وانطلق سراب، تسرب إلى الصدارة، تسرب إلى المقدمة إلى المركز الأول سراب لمحمد بن سويدان بن عبيد العامري. ينطلق بصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول بأداء مميز جميل. المركز الثاني يأتي حطام على المركز الثاني، حطام على المركز الثاني بانطلاقته الجميلة. هناك أيضا لسيد أحمد بن شاهين بقلبان المزروعي، ويأتينا على المركز الثالث شاهين هذه الانطلاقة الجميلة. هناك خادم مشوش الخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من يقدم مشوش في هذه الانطلاقة المتميزة على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا المنطلق سمحان خليفة صيحان عفوا الخليفة بن علي بن ميزر الرميثي ينطلق على المركز الخامس. يا سلام ياتينا ياتينا هنا هذه الانطلاقه مسير راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، هنا خماسيه جميله تتحدى بهذا الاداء المميز الجميل في هذه المسيره الجميله. خمسه هنا تنطلق خمسه بهذا الاداء. المركز السادس هنا شعار بن كاسب القادم صبح بسيف بن كاسب لمسافري مع شاهين القادم هنا بهذه التحديات الجميلة. وصل الشبل الشبل لسعيد بن حمد بن مصرح الأحبابي هادم أيضا بهذه الانطلاقة المتميزة. يلا يلا أيضا هذا الأداء الجميل. بدينا غادرنا مدرج الهبوط وبوابة المدرج وانطلقنا بهذه المسيرة المتميزة. يلا يا غدير يا بن خادم يا زرعي الله الله هنا يقدم الشبل بهذه الانطلاقة الجميلة. هناك الوصول من قبل شاهين فيصل بن طالب بن شريم المري يوهن الله 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 مكرم فهد بن خميس بن ناصر السنيدي وصل السنيدي هذه الانطلاقة الجميلة. المركز التاسع هنا سمحان محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي مع سمحان على المركز التاسع. وفي المركز العاشر القادم الفارس عبد الهادي بن راشد بن علي البريص المري، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى صدارة هذا الشوط.
إلى التحدي إلى الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. والصدارة الصدور الصدارة مع سراب لازال متسرب على الصدارة، متسرب على المقدمة على المركز الأول. سراب سراب هنا المنطلق بهذا الأداء لمحمد بن سويدان بن عبيد العامري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة لهذا الشوط بهذا الانطلاق المميز الجميل ياتينا مصيحان على المركز الثاني هنا بهذا الانطلاق لخليفة بن علي بن ميزر الرميثي. وهناك حطام 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 احمد بن شهيب بغلفان المزروعي على المركز الثالث. الله المركز الرابع المركز الرابع هنا المنطلق مسير راشد بن ناصر راشد الجبر النعيمي. وعلى المركز الخامس مشوش مشوش على المركز الخامس هنا بهذا الانطلاق خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. والقادم أحلى وصل السنادي وصل السنادي في هذه الانطلاقة الجميلة هنا مع مكرم فهد بن خميس بن ناصر السنادي أيضا قادم أنا على المقدمة. يلا يلا يا سنادي ما شباقي ما شباقي الأربعمائة متر الأخيرة الأربعمائة متر الأخيرة. هناك التغيير التغيير من مسير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ولكن السنادي السنادي قادم بكل قوة هنا مع مكرم مكرم وهناك مسير مسير ومكرم. الله بهذا الأداء بهذا الانطلاقة الجميلة الجميلة. ركز ركز يا حمدان يا بن حمد يا بن طير يا العامري ركز على هذا الأداء المميز الجميل بهذا الأداء الجميل. ها هو ها هو مشاهدينا الكرام مكرم فهد بن خميس بن ناصر السنادي تهانينا والناموس. شكرا يا حمدان هنا يا بن حمد يا بن طير يا العامري المركز الثاني. وصل حطام احمد مشاهد بخلفان المركز الثالث مسير. اتانا هناك بهذا الانطلاق الجميلة لسيد راشد بن ناصر فهد الجبر النعيمي. وصل مصيحان لخليفة بن علي بن ميزر الرميسي من وصل على المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدينا الكرام كان مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من أتانا على المركز الخامس. وهناك أيضا تدخل من سراب لمحمد بن سويدان بن عبيد العامري. ونعود إلى التوقيت الزمني لهذا الانطلاق الجميلة والتحدي والإثارة. فهي انطلاقة شوطنا الخامس عشر الرابع عشر مشاهدينا الكرام. وهنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 57 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز مكرم الفهد بن خميس بن ناصر السنيدي على هذا الأداء المميز الجميل. وشكرا للحمدان بن حمد بن طير العامري على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني 12 دقيقة 58 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية حطام من وصل لأحمد بن شاهين بخلفان المزروعي. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان مسير لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي هنا ب 12 دقيقة 59 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع.